فرحة حلوة ما فيش كلام. يعني احنا حتى في الفاصل عمالين نحتفل بمنتخبنا الوطني لكرة اليد، والناس كلها سعيدة ومبسوطة بالإنجاز اللي حققناه والنجمة التامنة اللي أخدها منتخبنا الوطني لكرة اليد في أفريقيا. والأخبار الحلوة يعني بتتوالى، وكمان يعني مصر الحقيقة هتنظم البطولة الأفريقية القادمة 2024. الاتحاد المصري لكرة اليد هتنظم هذه البطولة وهتقام على أرض مصر. والحقيقة أنه زي ما كنت بقول لحضراتكم، الاتحاد المصري لكرة اليد يعني السنين اللي فاتت عمل مجهود كبير في مسألة تنظيم البطولات، مش بس هذه البطولة القادمة 2024، فإحنا مستضيفين بطولة 2022، وقبلها كنا مستضيفين بطولة كأس العالم زي ما كنت بقول لحضراتكم بعد كورونا. فتقريبا يعني أربع بطولات يعني بيتم تنفيذها في أربع سنين، وصولا لبطولة 2024. النسخة القادمة من بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد هتكون في يناير 2024، والمنتخبات اللي هتتأهل منها هتروح أولمبياد باريس. ومصر استضافت كمان أمم أفريقيا زي ما كنت بقول لحضراتكم 2022، وده تم في صلاة الدكتور حسن مصطفى وصالة وزارة الشباب والرياضة. والمنافسات بتاعت أمم أفريقيا 2022، المنافسات الحالية اللي فازت بيها مصر كانت بتقام على أرض مصر من 11 يوليو ولحد النهاردة، انتهت بفوز المنتخب المصري. والحقيقة أنه ما ينفعش البطولة تكون كانت على أرضنا وما نحتفلش ويعني ما نوصلش للنهائي ونصعد وناخد البطولة. الحقيقة يعني الفرحة هنا فرحتين لما كمان بتكون البطولة على أرضنا، بطولة غالية جدا جدا على المصريين، يعني نتيجة كبيرة كمان وأداء كبير ومشرف. النهاردة كسبانين 37-25 كاب فيردي، فيعني الحقيقة أنه هم عملوا شغل كبير جدا 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 من أول البطولة، ويعني أداء كبير من اللعيبة. ويمكن كنا بنتكلم أن الجيل ده في كاس في كرة اليد بيضم يمكن أعمار مختلفة، ثلاث أعمار مختلفة، بقينا بنشوف نجوم كبار زي أحمد الأحمر بينزل 20 دقيقة في الملعب، ولما بيطلع بينزل غيره بديل ليه بيعمل نفس الدور اللي هو كان بيعمله، وده اللي يمكن مدي أريحية كبيرة للمدرب الإسباني في التبديلات، وعامل يعني دور كبير جدا مع المنتخب. ويمكن كمان مسألة إن بقى عندنا محترفين كبار بيلعبوا كمان في أندية أوروبية كبيرة، ده طبعا انعكس على أداء المنتخب الوطني. خلينا نتكلم بالتفصيل عن الموضوع ده، وبينضم لنا على التليفون كابتن عمرو الجيوشي مدرب منتخب مصر السابق والمدير الفني لنادي القرين الكويتي. مساء الخير عليك يا كابتن ومبروك لمصر. مساء الخير عليكم كلكم، والف الف مبروك لمصر، والحمد لله الحمد لله على النتيجة والأداء الحمد لله. شايف أداء اللعيبة ازاي؟ الله يبارك فيك يا كابتن. الحمد لله احنا بقى واضح جدا ان في فرق كبير قوي بيننا وبين اي فرقه موجوده في افريقيا، يعني خصوصا ان شمال افريقيا ان هو مستوى احنا عديناه بمراحل، اللي احنا خلال 20 سنه احنا كنا بننافس شمال افريقيا بس في موضوع بطوله افريقيا او في كاس العالم او في الاولمبياد. حاليا في فرق افريقيه طلعت وانت عديتي كل الفرق ده، فعمل جاب بالمحترفين بشغل المدربين المصريين، لان المدربين المصريين هم اللي مطلعين جميع اللاعبين اللي بيلعبوا في المنتخب حاليا. فالمدربين الاجانب لقوا خامات كويسه بيقدروا يشتغلوا بيها زي ما حضرتك اتكلمتي قبل كده. فده شغل المدربين المصريين وشغل الاتحادات هو اللي عامل كده، والنتيجه كلامي ما كل قطاعات الناشئين اخذ بطولات افريقيا وقطاعات الشباب اخذ بطولات افريقيا ولعبت كاس عالم وعارضين اول عالم وعارضين ثالث عالم. فالمدربين المصريين انتجوا فعلا فعلا نسبه كبيره من اللعيبه اللي هي حاليا حضراتكم شايفينهم، ان هو قدروا يعملوا حاجه كويسه ويكونوا كلهم دعامه قويه لجميع المنتخب ان شاء الله. طيب كابتن، عايز اتكلم معاك على وصول كام فيردي للنهائي، ويمكن دي كانت مفاجاه، ويمكن احنا هنا بنتكلم ان مصر وش السعد عليهم اول مره يوصلوا للفاينل، المره اللي فاتت كان واخد خامس. كاف فيردي من الفرق هي اللي راس اخضر معروفه من زمان، بس هي كانت المشكله الاساسيه فيهم ان هم كانوا دايما محترفين، هم كانوا بيرفضوا يلعبوا مع المنتخب. ما اعرفش كانت دي ظروف عندهم او حاجه، لكن هم كان لعيبه كويسين في الدوري الاسباني والدوري البرتغالي موجودين بنسبه كبيره قوي. اول مره يتجمعوا بالشكل دوت، وان هم يكسبوا فرق من شمال افريقيا دي حاجه كبيره قوي، اول مره يلعبوا نهائي، اول مره يحصل نهائي بين فرقه شمال افريقيا وفرقه من افريقيا من تحت غير تونس والمغرب والجزائر، فطبعا بالنسبه لهم انجاز كبير قوي 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 بالنسبه لكابتن. غينيا كمان يا كابتن كانت مفاجاه في البطوله دي، لان برضه هي اخذت خامس خلاص دلوقتي. بس فيهم نسبه محترفين كويسين جدا جدا، هم ساعدوها كتير وقدروا يكسبوا ماتشات وقدروا يكسبوا الجزائر، طبعا فرق غينيا تكسب الجزائر ده موضوع كبير مش سهل يعني.
طيب ان شاء الله يعني احنا احسن بكتير من كل الفرق الموجوده، والحمد لله يعني الحمد لله قدامنا سنين كتيره قوي هنبقى في الموضوع ده ان شاء الله. يمكن كمان كنا بنتكلم انه ماتش تونس ما كانش ماتش سهل، والبطوله اللي فاتت مصر اخذتها من تونس على ارضهم، فيمكن تونس من يعني الفرق اللي مش سهله ابدا في كره اليد. انا مع حضرتك في اللي انت بتقوليه مليون في الميه، بس الموضوع تونس انت عارفه في نسبه 25% من مستوى اللاعبين بيبقى تنشنه وحميه وموضوع بيروح منهم العنصر الفني، لكن لما على ارض الواقع احنا فرقتنا احسن بتونس بمراحل، بس هي المشكله كانت الموضوع نفسي وموضوع يعني مش داخل فنيات قوي، لكن فنيات وكفرق احنا احسن من فرقه تونس. مين اكثر اللعيبه اللي لفت نظرك يا كابتن البطوله دي؟ والله انا شايف ان بالنسبه للبطوله دي ان كل لعيبه كلهم لعبوا ادوا اللي عليهم بمستوى جيد جدا، يعني كلاعيبه مميزين المحترفين ادوا اللي عليهم، وكلاعيبه محليين موجودين في الدوري المصري برضو ما فرقوش عنهم على المستوى كتير. انا ما شفتش يعني ان يحيى خالد المحترف بيظلم عالي قوي، بالعكس ده كان في لاعب صغير من النادي الاهلي مواليد 2002 انضم للمنتخب الاول، وده اسمه مهاب اللي كان بيلعب في النهائي النهارده، وده يعتبر لسه كبدايه ليه، وهيبقى ثروه كبيره قوي لمنتخب مصر ان شاء الله في الفتره الجايه. لكن اهم لاعب بالنسبه لي بصراحه كخبره وكلعب وكلام من ده، انا مبسوط ان احمد الاحمر بعد المستوى ده بعد العمر ده. ده يعتبر من اكبر لعيبه البطوله وبيأدي كانه شاب صغير في ال 20 سنه صحيح. فانا يعني بصراحه مبسوط بادائه جدا جدا وبروحه ولمته للتيم وكليدر لمنتخب مصر. ويمكن يا كابتن مساله انه احنا عندنا اعمار مختلفه في الفريق لكن الاداء واحد. ما هو ده اللي قلت حضرتك عليه، المدربين المصريين يعني ده هم اللي طلعوا اللعيبه دي على مستوى عالمي ومحترفين بره، دي معناها ان المدربين المصريين قدروا يوصلوا في التدريب والكلام من ده لمستويات عاليه، فاللعيبه دي قدرت تلعب في اوروبا وقدرت ان هي تشوفيها بالمستوى ده صحيح. لان كل حضرتك انت بتقولي متفاوتين الاعمار، ففي من الناشئين ومن الشباب ومن الدرجه الاولى، فالمنتخب بقى ميكس قوي عن طريق المدربين المصريين اللي ولما بيحصل تغيير ما بنحسش بالتغيير ده، بيتم بسلاسه. التدريب يعني التدريب في اوروبا زي التدريب في مصر الليفل هو، فما حضرتك ما تاخديش فرق ما بينهم ان شاء الله. صحيح، فنبارك لك يا كابتن عمرو ونورتنا كابتن عمرو الجيوشي مدرب منتخب مصر السابق والمدير الفني لنادي القرين الكويتي، انا بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معي.